أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم القاهرة والماس. هناخدكم ولمدة ساعة مع ميمة الفايق وناجي الخطيب. أهلا يا ميمة. أهلا يا ناجي، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بين القاهرة والماس. النهارده الحلقة طويلة وجميلة. الحلقة النهارده أول فقرة هتكون مع الشيخ جابر الفاشني طبعا والقرآن الكريم، والفقرة الثانية هتكون في مطبخ لولا. لولا النهارده عاملة لنا طاجن بامية ورز ولحمة ضاني، خدوا بالكم لحمة ضاني. هناكل النهارده يعني اللي عامل دايت النهارده مش معانا. وبعد وبعدين بعد مطبخ لولا هناخدكم رحله في الميدان في الكشري والاكله المصريه الاصيله، ورحله في كشري الميدان في القناطر، وبعدين بعد كده فقره الدوبلير، وبعدين نرجع بقى مع لولا نشوف هناكل ازاي اللحمه الضاني. وطبعا على قناه الصحه والجمال مفيش اجمل من كلام الله عز وجل. معانا الشيخ جابر الفاشني اللي هيمتعنا بصوته الجميل وهيتلو علينا آيات من سورة الإنسان. نعم. بقراءة ورش. ورش عن الإمام نافع. عن الإمام نافع المدني. أهلا بك يا شيخ. بارك الله فيك. امتعنا بصوتك يا شيخنا، تفضل. ربنا يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فتسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. أحسنت شيخنا الفضيل.
احسنت. شيخ جابر، انا كنت عارفه مدى ارتباطك بالشيخ الحصري، فضيله الشيخ الحصري، ومدى تاثرك به. نعم. كنت عاوزه حضرتك ترتل ايه ترتيل مختصر للشيخ الحصري. تمام. وتوضح لنا ايه تقول فيها احكام التجويد والتلاوه. تمام ان شاء الله. الآيات إن شاء الله ستكون من سورة الإسراء إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. أي الآيات اللي حضرتك هتوضح فيها أحكام التجويد والتلاوة؟ إن شاء الله توضيح الأحكام على الآية الأولى إن شاء الله، الأحكام التجويد. يقول الحق تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قوله تعالى: إن النون هنا أغن مشدد، يعني حكمه، حكم النون هنا يسمى الحكم الاصطلاحي له، أو المصطلح، مصطلح الحكم في هذا الحرف اللي هو حرف النون المشدد بصفة خاصة، يقال عليه في مصطلح التجويد أغن مشدد، أي أن أي نونا أو ميما مشددة، يعني المصطلح التجويدي لها هو هذا المصطلح. طب هل ليها علامة معينة في المصحف؟ لو أنا شفتها أنطقها بطريقة معينة، ولا هي النون يعني هي دي ليها في علامة معينة؟ لا، النون هي عادة النون المعراة أو النون المشددة وجبت فيها الغنة، فإذا كانت معراة يقع بعدها حرفا من حروف الإضغام أو الإخفاء، يعني وجب عندها الغنة، وإن كانت مشددة أيضا وجب عندها الغنة. أيوة. فإن ده أغن مشدد، هذا ده مد طبيعي، القرآن مد عارض للسكون لو إذا وقفنا عليه، يهدي مد طبيعي، للتي هي أقوم، القاف هنا مقلقلة حكمها القلقلة. أيوه. نعم. التي ويبشر المؤمنين، المؤمنين هنا برضو مد عارض للسكون إذا وقفنا عليه، الذين يعملون. حضرتك خلي المايك للقراءة بس يعني. نعم. طيب كان في كتاب حضرتك قلت لنا عليه اسمه الوهابية، الوهبانية الكتاب. نعم. ده حضرتك عامله تيسير الوهبانية في تجويد الآيات القرآنية. طب الكتاب ده كافي ان المشاهد او اللي هيشوف الكتاب ده انه هيستفيد من القراءة الصحيحة؟ يعني هيبقى كافي ليه ان هو ممكن يستفيد منه كقراءة صحيحة؟ والله أنا عامله مختصر بحيث أنه هو يعني المعلومة مباشرة، يعني ليس بها كثير من الكلام أو الحشو حول المعلومة، يعني ممكن ياخد فكرة منه ويغذي معلوماته برضو من خلال الكتاب. الكتاب يعتبر يعني شرح نفسه يعني. ولما اسم الوهبانية ممكن نأخذ من كل باب كده برضو نكشف الضوء عليه. لما اسم الوهبانية؟ الوهبانية نسبة لعائلتي، العائلة الذي أنتمي إليها. ربنا يبارك فيك. طب حضرتك قول لنا كده جولة يعني في الفهرس بتاع الكتاب. هو الكتاب أنا بدأت به يعني بداية دون أي بداية يبدأ بها أي كتاب من كتب التجويد، يعني جميع كتب التجويد يبدأون بالأحكام المبسطة، ثم يرتقي بها إلى يعني دائما يعني نلاحظ أن في جميع كتب التجويد بصفة عامة أن باب مخارج الحروف والصفات يكون في آخر
في اخر الكتاب. أيوة. جعلته انا اول الكتاب لانه هو خالف تعرف يعني ولا ايه؟ يعني لا هو من باب هو ابن الجزري امر بكده يعني قال لك ايه يعني بدا به يعني الكتاب ده هنشوفه قريب ان شاء الله. خدت بالك قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. بشكرك يعني شيخنا الشيخ جابر الفشني. وعايزه انوه عن حاجه، الشيخ جابر ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيكون معانا اسبوعيا وهيبتدي الحلقه بقراءه جزء عامه، يعني اللي عاوز يحفظ معانا القران يجيب المصحف ويفتح معانا من اول الاسبوع الجاي جزء عامه، وهنحفظ القران ان شاء الله مع الشيخ جابر ان شاء الله. فاصل والفقره الثانيه طاجن باميه لحمه ضاني رز بتنجان مخلل ومطبخ لولا، يلا انتظرونا.